تحياتي لكم، مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. نلتقي مجددا في مباشر جديد عبر التيك توك. إذا لا تنسوا التكبيس من فضلكم، كبسوا من فضلكم. إذا دائما مع السؤال الصعب، السؤال الصعب، السؤال اللي ما عنده إجابة. حياكم الله، مرحبا وسهلا بكم كاملين. توفيق السليماني، مرحبا وسهلا. ناصيدو لينويفو، مرحبا وسهلا. ساجدة، تحياتي وعليكم السلام. ولد كذا وكذا، مرحبا وسهلا والله. علي الزين، العقيد عميروش، مرحبا وسهلا. حياك الله توفيق. ناجم بويها، مرحبا وسهلا. حميد، ليلى، مرحبا وسهلا. مولاي جن معبس، مرحبا وسهلا. ولد الجزائر، مرحبا وسهلا. عمر ظاهرة، مرحبا وسهلا. مجيد، تحياتي العيون المحتلة. مصطفى، لماذا وقعت؟ لماذا وقعت؟ من تعبوا لي، مرحبا وسهلا. محمد علي، صلاح، صلاح. مرحبا غالي، غالي تغلى، مرحبا وسهلا والله. توفيق، إذا نحاول نكبسه بشكل كبير باش نبدأ إن شاء الله. صلاح، صلاح علاوي، مرحبا وسهلا. الحكمة، وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي ولد زركيين، مرحبا وسهلا. محمد مبارك، مرحبا وسهلا. مصطفى، وعليكم السلام، والخير تبيك والله. حسان، تحياتي. أبو نهم، مرحبا وسهلا والله. الصحراء الغربية للصحراويين. لا إذن ذاد نوست رئيس، مرحبا وسهلا والله. الإمام، مرحبا وسهلا. محجوبة، مرحبا وسهلا. صحراوي أندلس، مرحبا وسهلا والله وخيرت. علاوي، شكرا. تحية الجبهة، شكرا والله. صحراء أوكسيدونتال. إذا رانا في 119، 4000 جيم. يوزر سلم لي على ماما، أول ملتحقين بماما. المحجوب، مرحبا وسهلا. ندى، وعليكم السلام ورحمة الله. مولود، مرحبا وسهلا والله. زعزيات، مرحبا وسهلا. مش كي كان شبه البارح، شبه البارح ماني عارف. المهم عدلنا عنه لايف اليوم. أمسطاي، اش صحراء فيها اش ليها ويأكلون خيرها. البهائم تتحدث عن الأكل، عاشق انتصار الصحراء، مرحبا وسهلا. صحراوي غربي، ما هو غربي، مرحبا وسهلا. ياسين الحميني، تحياتي. أمين باغي، سلمي على ماما. أمين، مشي تسلم لي على ماما، سلم لي عليها. مريم، مرحبا وسهلا. تحية الجزائر، الصحراء أوكسيدونتال. الإمام بوليزاريو، مرحبا وسهلا. صحراوي غربي بين البارح، كان تعرف عندنا، كانت عندنا الاحتفالية. حياكم الله. جيد لقيت تيرس، مرحبا وسهلا. فات سيمو، سلمني على ماما. محمد، وعليكم السلام. داز، تحياتي. توفيق بيانتو ان شاء الله. عزينكي، سلمني على ماما. لك مورا داز، الصحراء يحفظك، يحفظنا يحفظك ان شاء الله.
تحرير جبهة الشعبية، تحرير فلسطين إن شاء الله. غالي أحمد، أم ستايل، مشي تفرج شوف خيخي، مشي سلم على ماما، سلم عليه. إذن نلحقوا 50,000 نبدأ إن شاء الله. دي زيت، مرحبا وسهلا. هشام سلمني على باغي وعلى ماما حتى هي. خليفة مرحبا وسهلا. عزيز سلمني على ماما حتى هي. سهرة سالي مرحبا وسهلا. ناس ناس مرحبا وسهلا. كولينا ابيان جداته حتى هي، ماني عارف كان عنده والله. إذا نبدأ بخالد، نبقى أنفسكم إن شاء. خالد دائما عرفوا نبقى أنفسكم والمكان. خالد تفضل، خالد تفضل. خالد الشردي، مونتي كارلو سلمنا على ماما. ماش العقيد أميروش مرحبا وسهلا. اسمه رؤوف القمر نسيته، هو تكلف بيه هذا بعد مصطفى اللي يتكلف انا بيه. سلمني على ماما مصطفى. مونا سيلفانو مرحبا وسهلا. انا ماني دكتور، لا انسان عادي جدا. مدير مرحبا وسهلا، هو ان شاء الله. اذا نحن في 209. عزيز جو مرحبا وسهلا في 19,000 جيم. مهما لا تسير هم دائما هم لابد لهم من لابد ان يعذبوا روسهم، ما يعذبوا انفسهم بانفسهم. اذا رانا في 20,000. خالد ارسل مره ثانيه. خالد تفضل. السلام عليكم. اهلا يا وعليكم السلام ورحمه كيف الله. حالك؟ لاباس خالد الحمد من لله ما شاء اسبانيا. الله. نسمعك شوية ضعيف يا أخي. الله يبارك فيك. نسمعك شوية ضعيف يا أخي. مقطع. يمكن مشكلة، مقطع. يا إما من عندي أنا يا إما من عندك أنت. شوف. تفضل. لا من عندي أنا، من عندي أنا. الآن؟ من عندي أنا استسمح. تفضل. خالد ما سمعناك. المحترم دائما عرفونا بأنفسكم المكان. محترم تفضل. المحترم ما نسمعك يا أخي، قولوا ما نسمعك، ما نسمعك. كبسوا كبسوا كبسوا. بعدين السينيال مرحبا وسهلا الأخت الجزائرية، مرحبا وسهلا. في مشكلة الصوت. طلعوا خالد. خالد أنا اللي كان عندي الصوت ناقص. تفضل يا خالد. نعم الآن أسمع. مرحبا وسهلا، عرفنا بنفسك من فضلك، من مين؟ السلام عليكم، خالد من إسبانيا. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. عندنا سؤال نطرحوه، هذه تقريبا 4 أشهر ولا 5 أشهر، نتمنى إن شاء الله نعم نلقاو عندك الجواب. نعم ياك عارف السؤال والله. لا لا يمكن للتعود. سؤالنا هو اللي يقول على أنه الصحراء مغربية قبل 75، يعطينا الحجج نعم والأدلة من فضلك. والحجج هي الحجج بنفسها بنفسها، بأن المغاربة كانوا يتواجدون قبل
64 وقرب الـ40 1840، وليت كتقول ما كاينش المغاربة كانوا كيتواجدوا، شنو والآن دليلك؟ هذوك الصحراويين، شنو قالوا لك؟ شنو قالوا لك انت على الآن الصحراويين شنو هاشم دليلك؟ بطاقة شنو عندهم. دليلك؟ شنو دليلك انت على انهم شنو دليلك على انهم كانوا المغاربة؟ الآن المغاربة الصحراويين الآن أين يتواجدوا؟ شنو دليلك على انه المغاربة كانوا في الصحراء الغربية قبل 75؟ شيت شرس قضى راسه قضى راسه. اسماعيل تفضل. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف لاباس عليك؟ بخير. لاباس الحمد لله، ما شاء الله بخير الحمد لله. انت لاباس، انت صحراوي؟ لا، عرفنا براسك من فضلك. اسماعيل من المغرب، من وين في المغرب؟ من الشمال. منين في الشمال؟ انا الشمال عنده اربع وصافي. دقائق، اربع دقائق اقول لي اسماعيل من المدينه الفلانيه صافي، ولا نربحوا الوقت. ما كتهم، شو ليه؟ ما تهمكش المدينة الفلانية، ما تهمكش على ما تهمني؟ لا تهمني، لا تهمني، انا تهمني. انت ياك. ما إذا تهمك المغرب ولكن كيهبوا، تهم إذا المغرب كيهبوا، يا اخي. واش ننزلوا؟ ها؟ انت طلعت باش تنزل؟ ها؟ لا والله ما طلعت باش نزعك، تنزل؟ ندار معك. أنا عندي واحد أعطينا مدخنه أنا المدينة بلا وزبالي. فلسفة. شوف أعطينا المدينة بلا ولكن أنت فلسفة. المدينة ما عاد تفيدك بوالو، أنت المدينة ما عاد تفيدك بوالو. الله، السلام عليكم خاوتي وخياتي وعليكم الاعزاء. السلام. غادي وعليكم الليلي السلام واش راك لاباس. كويس عزيز الغالي؟ راك مليح. صباح الحمد لله بخير الحمد لله ما شاء الله. انا جزائري مقيم في المانيا اخي. والله العظيم مرحبا طلعت وسهلا. حبيت برك نقول لك الله يعطيك الصبر ويعطيني يعني قوة البال اللي عندك والصبر مع هذوما الاخوة المغاربة. الله يهدينا ويهديهم. انا عندي برك يا اخوي العزيز الغالي، لا تعطيني في دقيقة واحد لا الكلام انت حبيته. دائما ملتزمين، انت ملتزمين بالموضوعنا اللي هو موضوع الصحراء الغربية. هو فيه جانب يعني من الصحراء الغربية. على كل حال والله عندي مجموعة من الأسئلة ما لقيش لهم تفسير أو جواب مقنع من الإخوة المغاربة. أولا، بالنسبة أقدم دول العالم وأقدم إمبراطوريات في العالم، هم دولة سان مارينو، اليونان، الصين، البرتغال، فرنسا، أرمينيا، اليابان. بالنسبة للدول العربية هما إثيوبيا، مصر، العراق. يعني هذا الكلام موثوق من مستندات وتاريخ الحضارات الموثوقة في العالم. لا يوجد اسم المغرب، يعني بحثت عليه ما لقيتوش، مع العلم أن كلمة المغرب حديثة، لأن المغرب قديما كانت، لأن المغرب قديم كان مملكة فاس ومراكش. السؤال المطروح، لنفترض أن المغرب يعني حضارة 12 قرن، ممكن إنسان عاقل يشرح لي كيف لمملكة 12 قرن فيها نسبة سكان 35 مليون نسمة فقط؟ وعندي سؤال ثاني مهم ثاني. والأمية مملكة 12 والأمية قرن، والأمية والأمية حدث ولا حرج. ومملكة 12 قرن يا أخي راضي الليلي فيها 1200 سنة، 1200 سنة حكمها قائمة من ملوك وسلاطين، مجموعهم 32. 12 قرن فيها 1200 سنة، 1200 سنة قسمتها على 32 ملك وسلطان، خرج لي كل ملك عاش 37.5 قرن. يعني سنة ما يعني ما فهمش، يعني ما سنة لقيتش جواب. يعني وإذا سنة زادوا في السلاطين والملوك، يعني راح يبرهنوا على أنفسهم أن السلاطين والملوك هما من الحجاز، من الدول العربية، ويقدروا يقولوا لك بأن السعودية تابعة للمغرب. هذه يعني أنا خايفها إذا زادوا في السلاطين والملوك. وعاشت الصحراء الغربية حرة مستقلة، شكرا وتحية اخويا، الجزائر. شكرا اخويا، مرحبا وسهلا والله، تحياتي لك. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ابو خده تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا سيدي محمد، مرحبا وسهلا. معك محمد من مدينة الدار البيضاء. الحمد لله، ولقينا بعد الحمد لله، لقينا مغربي قدمنا راسه. الحمد لله، هذا تقدم، تقدم كبير هذا. على الله نلقاو عندك الجواب على سؤالنا هذا اللي طرحناه هي 4 اشهر ولا 5. و
أنا لن أكون صحراويا أكثر منك ومن عائلة الليلي خلي، ومن جميع، لا لا خلي، والله شوف شوف العظيم اسمع اسمع طيب محمد، شوف احنا ما انا داخلين، لا انا شوف هذا اللايف ليس علي انا، هذا على موضوع ينقال له موضوع الصحراء الغربية يهم وشعب كامل. انت اللي عاد عندك هذا السؤال الجواب له، تفضل الله يطول عمرك. اوكي. بس كنت راك طلعت بالنسبه معنا، للتحكيم راك جيت معنا كم من مرة، تبدل في لي اكيد كونت، اكيد تبدل لي اوكي، كونت والله ياك، هل تبدل لي كونت، لاحظت معي اكيد تبدل لي كونت، علاش تبدل لي كونت؟ مالك تبدل باش كونت؟ ما باش المشرفين عندك ما باشاش يحضرونيش باشاش المشرفين باشاش عندك، اش باشاش باشاش، شنو هي باشاش؟ تبدل لي لان كونت الحظر معناها على علي، انك الحظر الحظر عليك، جاء عندك انت البرنامج النووي، عندك البرنامج النووي انت يحضرك الناس. يلا واعطينا، يلا يلا بسم الله. أول شخصيات هو سيدي أحمد الهيبة، هذا من الصحراوي، ما قام الله بعلم يخليك. الوطن. شوف احنا نتمنى، شوف نتمنى نضحكوا معاك انت، لانه مرحبا انا عارفك انت، احنا نتمنى نضحكوا معاك. يلا وتفضل. مرحبا. سيدي أحمد الهيبة هذا مغربي، وقرر مصيره وبايع السلطات المغربية، إلا تقلع عنه أنت تحديد الهوية ما أدري. سيدي احمد محمد المعروف، محمد نعم محمد تفضل محمد محمد، واش مولاي تفضل انت تفضل تفضل. خدام في الحاله المدنيه؟ انت خدام في الحاله المدنيه يمكن؟ لا والله ما خدام، ما جالس فاش خدام انت؟ والله، لا جالس جالس، هذه بتعب. عامين وانا جالس، يعني خدمة نخدم معاك جالس مهم بيطالي، وصاير قاضي المحل المدنيه. هذاك والله فلان، ما هذاك بيطالب. مغربي، هذاك ما هو مغربي. عزيز واسمع واسمع، واعطينا سيف التاريخ، اعطينا التاريخ، خلينا من فلان وهذاك فلان وهذاك فلان وهذاك فلان، باسكو هذاك الطرح عندك ما عنده قيمه. واخا، نعطيك مؤتمر بخشيبية، مؤتمر مشقاق اللي جمعوا فيه الصحراويين بايعوا فيه اسمه السلطة اسمه المغرب، بشار عليك، بشار عليك. ايش مؤتمر ايش؟ بخشيبية، بخشيبية. مؤتمر منين كان هذا مشقاق. المؤتمر بخشيبية؟ منين مشيت؟ يا صاحب بخشيبية، منينك أنا ابو معك، بخشيبية؟ أنا انت ياك موجود ما موجود تسينيالي أنا وش، ياك ما تسينيالي ولا شو؟ لا حتى وين، لا ما سينياليش، والله ما ايوه ماني سينيالي، عارف وش عاد، شق عليك انت، لا والله ما شق عليك. سينيالي نهائيا، لا شاتك انت انسان الويفي جديد. ولا شو؟ مشى لي، جاني الاشهار، جاني الاشهار ومشيت. جاتك الاشهار، جاك الاشهار. يلا زي قول اشهار هذه بخشيبية، هي بخشيبية هي منين؟ المؤتمر، هم مؤتمران قام به سكان اقاليم ومنين جنوبيه، منين منين بخشيبية؟ منين كانوا هو بخشيبية؟ نرجع المرجع ولا لا المرجع، توعك سبحان الله العظيم، دقيقه نرجع المرجع عندك لان كتاب انا فهمت، ماكش كاتب وانت فهمت. قال والله الى الكتب، ما كاين الكتب. دقيقه واضح انا عليك. معك، دقيقه دقيقة بقى، دقيقة دقيقة دقيقة، احنا ما نقولوا دقيقة، شكرا على الصبر لا ديالك. انتم تقولوا دقيقة ولا احنا هو نقولوا دقيقة. دقيقه اوكي. ما مؤتمر احنا، لا بخشيبيه احنا ما نقولوا دقيقة، وانتم ما تقولوا دقيقة، ما نعرف كيف جبتوا هذه الدقيقة. انت في الدار البيضاء قلت ورا لنا. فيها عرق صحراوي، لا لا، والله عندك الا فيها تمشي عرق قبالة، صحراوي لله، عندك تمشي تعمر قبالة في عين الذئاب. والله الا كنمشي لها يوميا، كندير السيرف، انا سيرفر كندير السيرف نعم، يوميا في عين المغرب، ذئاب. انا عرفتك معلومات. منين جبت هيك دقيقة. يلا تفضل امو دقيقة. لا عشت في الخارج 20 سنة، والله قسم ماشي نعرف مشكلة، نعرف على العموم على عايش. العموم على العموم يلا سيدي محمد، ماشي مشكلة. مؤتمر بخشيبية هو وقع في بخشيبية. واحد المنطقة، نعم بخشيبية، منطقة تقع ما بين إقليم الطرفاية وإقليم الساقية الحمراء والدهب. انعقد هذا المؤتمر على اش يومين، ما بين اش جيت اش بين اش الطرفاية وما بين الساقية الحمراء والدهب، بين الطرفية والساق من الحمراء، هذه المنطقة اسمها بخشيبية، وقع بالضبط. الطرفية والساق الحمراء. احنا لا الشور عليك، الشور عليك، الطرفية والساق الحمراء شنو؟ أنا قلت لك المنطقة اللي كيوقع فيها منطقة بخشيبية اللي انعقد فيها المؤتمر. وهي الطرفية ما هي تابعة للساق الحمراء. وحسب المعلومات اللي عندي، أنا كنقول لك المعلومات اللي عندي، على العموم على العموم المؤتمر شوف، وقع في الأيام التالية كاتبينها لك فم، 11 كتبوها يناير لك فم. 1958، 11 و12 من مارس 1958، 1958. نعم وشاف هذا 1958 المؤتمر، نعم وشاف هذا خلاتهم اسبانيا المؤتمر، يعقدوا المؤتمر، خلاتهم اسبانيا يعقدوا المؤتمر ولا نعم خلاتهم اسبانيا، خلاتهم. نعم. وكان تحت الرعاية عقدوا السامية المؤتمر، الملك ولا شنو؟ أنا جايك، انعقد هذا واش كان المؤتمر تحت الرعاية، المؤتمر تحت رعاية السامية، تحت رعاية حد من؟ وحضر فيه الملك، نعم حضر فيه الملك شخصيا كولي العهد انا ذاك. حضر منين؟ دخل حارق ولا شنو؟
المشارك ان الساكنه الاقاليم الجنوبيه المغربيه هذيك الساعه القبائل اللي حضروا، القبائل اللي حضرت هما رزيقيين وايت الحسن والياقوت ولا التجراري، سنوا 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 القبائل اللي حضروا في المؤتمر رزيقيين اخ عيت الحسن اش اش ياقوت ولا التجراري اه لحظة 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 مش معك واحدة قلنا اش الرزيقيين. اش الرزقيين نعم عيت اها الحسن ايه ياقوت اها ولا التدرارين اها الرقيبات اهل اها الشيخ مع العينين ولا اها الدليم، هذو مستقيه الحمراء حضروا من واد الذهب تشمسه رزقيين ولا قلت لي غدلان. قلت لي نعم رزقيين 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 لا رزقيون. نعم نعم وايت الحسن والياقوت ولا التدرارين والرقيبات واهل الشيخ مع العينين ولا الدليم، هذو حضروا من المستقيه الحمراء كان معاهم من واد الملك الذهب. كان معاهم نعم من الملك واد الذهب وانا جايك لهم، كان معاهم من واد الملك كان الذهب مع شكون حضروا الحسن تشمسه. الثاني ولا شنو؟ لا الولي العهد ديك الساعه كان ولي العهد 58 ها؟ تشمسه، من واد الذهب حضروا تشمسه ولاد غيلات اش؟ شنو؟ والتاجر كانت شنو؟ رقيبه اسال تشمسه انت مالك من الشمسة؟ تشمسه. نعم شمسة؟ على شمسة حسب شني؟ تشمسه. نعم هذو قبيله شمسة من شني؟ قبائل الجنوب المغربي، والله شمسة والله شني؟ اعلم. وانت تقرا انت لا تقرا كاع شي مانك عارفه شمسة شني؟ وانا شنو كنا الشمسة؟ نقلب على تشمسه، نقلب على بالله انا عليكم ما لقيت سمعتوا انتم ماشي الشمسة هذه؟ ها؟ هو لقيت المرجع، انا لقيت المرجع، انا كنقول لقيت شمسة شني؟ المرجع شنو هي وديت الحق الشمسة؟ من ما عندي شنو هي من الشمسة؟ عندي. احنا قبيله ما من سمعناها هي قبائل، الشمسة؟ الشمسة قبيلة قبيله من من القبائل؟ قبائل. اللي عاد من نعم اهل دليكة؟ اللي عاد من الجنوب؟ والله اللي انا ما عاد عارف، قبيلة من الجنوب؟ اللي عاد والله قبيلة انا ما الجنون عارف. ولا شو؟ اه اوكي حضروا ولاد غيلات، تعرفهم ولا ما تعرفهم بعد؟ ولاد اش؟ ولاد غيلات. ولاد غيلات مساكينين نعم هكا تاجب كانت، ايوه تاج رقيبات، كانت ترازة، دراكنة. والدراكنة حضروا من موريتانيا. وحضروا في هذا المؤتمر مقاتلين من جيش التحرير، شكون مقاتلين جيش التحرير؟ شكون جيش التحرير؟ اش ما سماهمش المرجع، ما ما سماهمش المرجع. سماهم؟ وحضروا ممثل السلطان محمد الخامس هذا المؤتمر اللي قلنا انت دار قلت لي قبيل 11. انت قلت لي قبيل انت قلت لي قبيل واحد رقع هو ولي العهد تقول لي ممثل ولي السلطان العهد الممثل هو راح الممثل ديال من هو من هو من هو هذا ولي العهد اللي حضر؟ حسن الثاني رحمة الله، حسن الثاني. حسن الثاني قاع حضر راسه غير الليلة نعم دخل دخل دار حارق كان جاي، كان جاي الليلة دخل مؤتمر حارق حضاري. الليلة دخل حارق ولا شو؟ والعلم عند الله. باسكو ما تقد على هيك العموم الساعة ما تقد هيك الساعة ما تقد تدخل ما تقد تدخل الصحراء الغربية لما فقت لك اسباني وهذا المرجع، هذا المرجع اللي هذا عندي. المرجع عاش منين لقيته انت هذا في درب غلف ولا منين لقيت هذا المرجع؟ لا كتاب ديال الصحفي، اللي هذاك عاد صحفي ايش؟ صحفي ايطالي و جاك مالي الاشهار جاك الاشهار انت ولا شو جاك؟ جولي اوتيلو واش جاك الاشهار واش جاك الاشهار ولا ما جاك الاشهار؟ كيجي الاشهار. نعم والله العظيم لا كيجي الاشهار وكيمشي، هذا هو اللي كيجي اشهار اش اللي يجيك انت؟ اشهار ديال المنتوجات وكذا، لان ما كنبغيش نحيدهم منتوجات لان كندير دروب شيبينغ وكنحتاج الاشهارات هذو. منتوجات اش تبيع انت كنبيع في دراك؟ كنبيع في ايباي وكنبيع في امازون وكنبيع في ايتسي، وهاد الاشهارات هادو محتاجهم مثلا كيكون شي وينر برودكت، شي منتج رابح رجعنا كيكون. رجعنا الموضوع رجعنا رجعنا الموضوع رجعنا وما على العموم قلنا منين المؤتمر لقيت هذاك انعقد منين لقيت هذاك المرجع منين لقيت؟ اوتيليو غوريدو، صحفي وكاتب ايطالي وعنده عده اسمه كتب على الكوميديا الحمراء والذهب. اسمه اسمه غوديو اوتيليو، غوديو اوتيليو. نعم غوديو توليو عنده ثلاثه ولا اربعه ديال الكتب جميله وجميله اسم جدا. هذا كتابه اسمه كتابه ودقيقه نرجع حتى المرجع وثاني. الصحراء المغربيه من تافيلات الى واد الذهب. وهذا علامة الكتاب ما تعطوه للحسن الثاني سبب ما مات يديه معاه الأمور والله المحكمة ما العدل تلاقيتش معاه، ما تلاقيتش معاه عدل نقيت، هاي هو تلاقيتش مشي معاه. عند محمد السادس ديه محمد السادس مشي عنده ولا الجابون مشي عنده الجابون دي له هذا الكتاب دي له في الجابون راه اللي يفتح لك زعيطر ويعطيه الكتاب قول له بعد على الأقل دعم به باش ما كان كاين ما كاين حتى مشكلة. شكرا نكمل خويا شكرا اش لا نكمل يتكملش اش لا يتكمل اش لا يتكمل اش لا يتكمل قاعد اش لا يتكمل كمل الحريرة اش يكمل الحريرة بعد والله قهوة كحلة لك مع واحدة حول ولا قوة إلا بالله هكا الخليج يقول ما تلقى شيء هشام تفضل
السلام عليكم، أنا وعليكم هشام السلام. مغربي مقيم بديال إيطاليا. الحمد لله، شفتوا الحمد لله، عدتوا تطلعوا تقولوا لنا انا فلان بن فلان من المكان الفلاني. يما ديك الساعه رانا مشكل، فوتوا نص نو ساعه أخي دفع. أفتخر، اسمع، أنا أفتخر الله الله، أفتخر لا أخويا الحمد لله، لا الحمد لله، لا الحمد لله، بعد على الاقل على الاقل اللهم لك انتوا الحمد. تفهم. يا الله يا اخويا، رانا هذا اعطانا تاريخ، ان شاء الله سواء تجيب لنا نفس التاريخ وبعنا ليدك على انكم راكم الصحراء، الصحراء هذا راه، يلا كيف انه قدم لنا هذا، راه كان في درب غلف، شرى شي كتاب وراه قرا علينا هون. قال ياك سمعتوا معانا، ياك انت معانا، سمعت ايش قال؟ تبارك الله. لا سمعت، ولكن انا كنهضر بذاك الواقع. انا خويا الصحراء في المغرب والمغرب في صحراء في الصحراء. المغرب شنو؟ صحراء في المغرب شنو؟ كيفاش صحراء في المغرب؟ خويا العالم ديالنا تماك، ما فهمت، ما عايشة فهمت. تماك، راه واش حتى بغيت هو قال، تقول؟ هو راه حتى هو قال ان الصحراء في المغرب، حتى هو راه قال ان، ولكن ما الله يجعل البركة. انا سولته على التاريخ، هو اعطانا شي تاريخ، ان شاء الله نشوفه كان هذا التاريخ اللي عندك انت هو نفس التاريخ اللي عنده هو. أنا التاريخ اللي عندي الصحراء المغربية. ما فهم، ما فهم. هشام فهمني، ذوقني الله يطول عمرك. لا خويا، انا بغيتك تعطيني التاريخ، انا تقول لي الصحراء مغربية ما عندي حتى مشكل. تاريخ اش نجيبو انا بغيتك شوف، ديال انا بغيتك شوف 73؟ اشنو التاريخ؟ قبل 75، قبل 75، اي شيء تعتبره انت يدل على انه هاي الصحراء مغربية، اعطيه لنا الله يطول عمرك. يلا راح نعطشين له. أي شيء يدل بأن الصحراء كانت ايه مغربية مثلا قبل شي خمسة معركة، وسبعين ياك؟ مثلا شي معركة عسكرية قاموا بها المغاربة في الصحراء هذه اللي تسموها انتم المغربية، باش تطردوا اسبانيا منين كانت فيها، لان فوتت فيها 92 عام من قرن تقريبا. ولكن أخويا المغرب راهو عمل ماشي غير حرب واحدة، راك تعرف هذه خويا، شمن ماشي ماشي غير حرب حرب واحدة؟ واحدة اللي عامل المغرب. لا غير شوف، هو شوف، من الحرب البغرير وحرب الشباكية وحرب الملاوي وحرب الحرشة، هذو كاينين، هذو انا معاك فيهم كاينين ومواجدين، لكن انا بغيتك تكلم لي على هذيك الصحراء اللي تقولوا انتم مغربية قبل 75، بغيتك تقول لي عرفتي هذوك شنو المعارك، اللي خويا هذوك المعارك. اسمع الربيع؟ اسمع عرفتي شنو شوف ملوكنا اسمع فاش قهرونا؟ نقول لك الملوك ديالنا فاش قهرونا حبسونا عليكم حيث ما خلوناش نحوي دينكم واحد واحد. برافو برافو برافو، رانك صافي، رانك عبرت على الشخصية الحقيقية اللي تدافع على صافي. احنا سمعنا هذا الكلام وراه صافي، راه احنا سخفنا ونمتنا من سمعنا هذا الكلام الساقط. صافي، شفت كاع الناس كاملين اللي تابعوا معانا اللايف ماتوا مساكن، ماتوا صافي. هذه هي تربية العياشة، هذه هي تربية الملوك، هذا رباكم حسد ثاني وكذا على هذا الشيء، وهذا الشيء يبقى مسجل عليكم، يدل على أنكم ما عندكم قضية تدافعوا عنها. شفتوا، نعتذر من النساء اللي حضرت معنا، ولكن دليل الله، نعتذر كذلك للشيب اللي تابعوا معنا اللايفات، ولكن هذا هو المستوى اللي الإنسان اللي عنده ما السلام يدافع عليكم. به على. وعليكم السلام. اللي عنده طرح عادل ما يلجأ للكلام الساقط، الكلام الساقط يدل على انه الانسان تربى في واحد البيئه فيها الكلام الساقط، ربات امه على الكلام الساقط، ابوه على الكلام الساقط، وعمه خاله، البيئه كامل اللي تربى فيه. تفضل خويا عثمان. السلام اخي محمد، وعليكم السلام ورحمه الله. قول سمعتكم كتهضروا على عرفنا براسك من الطريق. فضلك، عرفنا براسك من منين. انا عتبان من المغرب، من مدينة الشامل، مدينة طنجة. طنجة. هو احنا عندنا واحد السؤال، واحد السؤال نطرحوه على المغاربة اللي يقولوا بأن الصحراء مغربية، نقول لهم اعطونا الأدلة على أنها مغربية قبل 75. يا فهمت، كتهضروا على التاريخ. شحال نقول لك، الصحراء التاريخ ديالها كانت موطنها المستعمرات الفينيقية والرومان، وملي جاو الإسلام جاو في القرن الثامن والقرن الحادي عشر تحالفوا مع شي قبائل كانت لمتونة والصناهيجة، وملي جا الغزو الدولة السعدية
جات الدولة السعودية ملي جا الغاز صافي ديك الساعة يعني من تما وهي الصحراء المغربية ديك الساعة جات اسبانيا كانت على الحماية ديالها، اسبانيا كانت استولت عليها على حساب الحماية ديالها هات. ومن بعد ملي خرج يعني متارخ ومن بعد ردات المغرب. يعني دابا قوانين العالم كيقولوا بأن الصحراء مغربية، اوكي، فهمتني؟ بدالي من الاول، بدالي من البدايه، اللي بس خلط لي ياسر من سدا والدوله كذا وكذا. بدالنا شو من دوله كانت اول دوله كانت؟ شو الصحراء كانت موطنة، كانت مستعمرة عن قبائل، كانوا كانت قبيلة، مستعمره من قبلش، مش قبائل مستعمره، كانوا كانت قبائل، مستعمره كان من مع قبل. نقول لك ماشي مستعمرة، كانوا قبائل كيجيو، قبيلات كانوا كيتجمعوا، كانوا في العهد في قرون قديمة كانوا كيتجمعوا القبائل تما وكانوا كيكونوا تما. ملي جات الدولة السعودية، ملي جات الدولة السعودية راه هي امتجت الدولة اللي السعدية، احتلت. امتجت الدولة السعدية، نعم، هي جات امتجت الدولة الدولة السعودية السعدية، من تما. امتجت الدولة السعدية، نعم، ما كان امتجت عطيك الدولة تاريخ السعدية، انا، ماشي زعما كنمشي امتجت على الدولة السؤال السعدية، ديالك، فهمتي؟ امتجت الدولة السعدية، نعم، امتجت الدولة السعدية. الدولة السعودية جات في القرن، القرن الخامسين، القرن الخامس. الخمسين، نعم، القرن الخمسين، إيه، أنا كان عندك تاريخ، ماشي زعما كان عندك. من هو اللي خلى الزريبة مفتوحة اليوم؟ اللي خلى الزريبة مفتوحة يقول هن. رشيد تفضل. رشيد تفضل. أهلا وسهلا أخي محمد، اهلا وسهلا اخ فهد، أحييك مرحبا وسهلا، أخويا من لندن، مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا مغربي اخ، مقيم. شكرا لك أخي العزيز، مرحبا وسهلا، العفو، ووجه مرحبا، تحياتي لجميع المتتبعين هذه الصفحة ديالك، مرحبا وأنت وسهلا. مغربي وأنت كذلك مغربي. أقول لك على الصحراء، غنرجع لك مثلا في اسمع القرن. اسمع 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 نعم اسمع 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 نعم اسمع استعرض ذاك الحشي يسموه، راه نحن مدرسة، فيه مدرسة، تعرف مدرسة، مدرسة، مدرسة. تكلم على نعم، راسك، اسمع، تكلم على راسك، انا افتخر لا، لاني أتكلم على صحراوي. بالنيابة، انت اسمع اسمع بالنيابة. اسمع 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 نعم اسمع اسمع نعم اسمع اسمع اسمع، اعطيني اذنك، اسمع اسمع، آه انت لا تفتخر مغربي، شغلك هذاك، آه أنت غير انا مغربي، أنت افتخر، مغربي انا ماشي، أنت من أبناء نون، ذنس ماشي مشكلة. ذنس لك، نقول على الصحراء، ذنس نتكلم لك، على الصحراء، نخلو المغرب لا لا ونخلو، لا، نتكلموا اسمع اسمع على الصحراء اسمع بالصحراء اسمع نفسها. اسمع اسمع، انا افتخر بانني صحراوي وما شغلك فيا، لا أنت نعود انا صحراوي مغربي. وكذلك أنا صحراوي، وديها ماشي في مشكلة. راسك، ديها في راسك، دي تكلم على راسك، تكلم على راسك، تكلم على زريبتكم، اسمع اسمع، تكلم على أنت زريبتكم، تكلم على زريبنا محمد السادس، وزريب جدك يا اسمع عدو، اسمع وأمك، أنت من واد نون، اسمع، أنت من مناطق شمال وامك ولا جدك، باب الصحراء. نعم، انت من المريخ، وانت من كذا، وانت اسمع راسك، اسمع راسك، احنا هذا الشيء كامل حافظينه، هذا قاع، هذه قاع المدرسه اللي تتكلم انت عنها، احنا بنيناها طوبه بطوبه، تعرف طوبه بطوبه، طوبه بطوبه، أنت مغربي وأنت كركوطي وأنت صحيح، أنا كنت نزلت، أنا في بريطانيا، بريطانيا راه مثقل على بريطانيا، رجع للزريبة. السلام عليكم خويا رضا، وعليكم السلام، مرحبا وسهلا، أنا إبراهيم، عايش في فرنسا، مغربي. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا، بغيت نسولك أخي رضا، غير واحد يعني، خلينا سولني كنهضروا شنو؟ في الصحراء، كنهضروا في الصحراء، هذا تسولني، شوف الشيء انا اللي طبيعي. نسولك يا اخي، انا ابراهيم، انا اللي نسولك، الله يطول عمرك، بس انا هون ماني طارح، انا الناس تطلع عندي وانت تطلع في السنة، لا فبار انا شوف اسمح لي، نسولك، انا انت غير واحد انا دقيقة، لا نسولك، اسمع انا غير اسمع اسمع الحال اسمع هذه اسمع وانا داخل، لا لا والله ما شوف، اسمع ما الله غاديش ما والو، اسمح اسمع لي، الله يطول، ما واسمع اسمح، واسمع اسمع، ما انت اللي تسمع، انت اللي تسمع، تكمل، انت اللي تسمع، انت اللي تسمع، كون انت باش اسمع لك، انت شوف انت داير اللايف وخلينا نهضروا ولاش ونجاوبوا. ولاش طالع عندي انا، مش طالع عندي انا، شكون انا شني، وانت طالع عند المجهول، انت طالع عند المجهولين، انت طالع عند حد، اسمعني، شو انت تتحكم فينا هون، تتحكم في اللايف، انت ما تتحكم في اللايف ولا غيرك يتحكم في اللايف، شكون انت شني، انت اللي جيت عندي، انت اللي سيت لي انفيتاسيون، انا والله ما جيت عندك، شكون انت بعد قاعد الاول،
انت راك علاش تكون لا واحد وانا عايش جاي تبحث على الخبز يا عمر. صح فقط انا في فرنسا ولعت في فرنسا بدي. وانا ما كان حد يفرض اجونته على اللايف، هذا غير قابل للنقاش. سعد زيات مرحبا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. معك إبراهيم من مخيمات العزة والكرامة. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا إبراهيم. قلت له مرحبا مرحبا، تفضل. هذا الشعب اندعم يا خي لا من نفس الأمه الرجي كامس ديان لاشك من الجاهل أخوه تعياش. المهم بعد لا عنك خليك لي تم لا اكتب الأسامي ولا فرقة البرومة والكتاب حوز على الدواي وعدل اللوح. هذا اشك من الشعب الجاهل يقول لك انا في بريطانيا، ايش يقول لك انا في فرنسا، اشطر هاي الزريبه وعشتوا فيها. حياك الله وجزاك الله خير، بارك الله فيك. مرحبا وسهلا والله وخير، وتحيه نداليه رحمت بيك وسهلا. مرحبا وسهلا والله وخير، مرحبا مرحبا وسهلا والله. هون ما كاين حد يفرض على اجونته على اللايف، لا هون تحترم، تدخل محترم وتناقش باحترام، ما تناقش باحترام تنزل. تفضل خالد. خالد تفضل. خالد جرماني تفضل. كبسوا من فضلكم. منصور. لا لا ماني ديكتاتور، عكس شنو ممكن نطلعكم، انا ماني عارفكم قاعد نطلعكم. السلام لكن هون عليكم ما كان ورحمة حد، ام السلام، ما كان حد هون يتجاوز حدوده في اللايف. تفضل منصور. عزيز جزاك الله خير على القضيه الوطنيه. انا خي لا الله يسمح لي منك، انا قاعد بحري لا خير عرفنا بنفسك، والله عرفنا بنفسك ينقل منين. تفضل. ينقل لي منصور والسلطه عليك وعلى الحال الصباني اخي صحراوي. مرحبا، لا انا عرفتك صح. مرحبا وسهلا، جزاك الله خير. لا تتبع الصفحه غرقع بي، لا ندور نستسمح منك بيا بويا تلقى من البشر، ما نعرف كانوا بشر ولا بوادين غير بعد اللي انا عارف عنهم كاملين خريجين كتاب ينقالوا عياط من الحوتشي. عياط من الحوتي هذا لا واحد يقوم يعيط، انت تسكن له ولك لا حوتي تملز وقت تملز منك يا خي، ما نعرف قاعد كيفاش يا غير بعد. هو شنبت التاريخ اللي شنبت التاريخ اللي قدمهما تاريخهم هذا يا بويا، ما هما ما يخلوك عندهم، وما عندهم تاريخ، هو قاعد التاريخ اللي عندهم ما عرفنا شنو الدنيا ملك تسمع لرقاج منهم دار معاه، هو لك عنده تاريخ خاص به ويعقوب هما اللي لا يتملص لك عنه يا غير تاريخ. هو التاريخ حد سول عن تاريخ 2023؟ ما انا قاعد ماني عارف سياني استقاع كان مغربي والله قاع صحراوي من اللي قاع ما هو فاهم، ما نعرف 23 حد يسول عن قضيه ويسول عن تاريخ من عنده رقاج باقي فرسي شي عنده، ما هو واضح والله باقي فرس الصحراء الغربيه ردها مغربيه وتوه بالسيف. ايه انا عارف كيف يا غرب عارف كل الاحوال رقاج ما يغطى لا يجبر منهم رقاج ما يقدر يستند الكلام نقع ما لهم سنتيلو احنا على بالنا. ما هو خارج ما هو خارج ما هو خارج لان ترك كم من شهر، ما هو خارج لا قليل قليل واحد قاعد قالنا القرن الخمسين قاعد شبينا قاعد القرن الخمسين من يعني. ايه ما نعرف يا خي هم ما نعرف الحقيقه عن وردت فيهم عنهم فيهم نوع من الجهل يعني ماس العظم. ما هو مجتمع قاع يعني ما هو مجتمع مطموع فيه عنه اللي يتقدم يوما قاع من الزمن. ما هو بعد في كل الاحوال انا بعد قاع ان شاء الله يعودهم ويصنتوا لي يفهموا ذا اللي نقول نعرف انك بعد وقلي ذاك يا غير بعد اللي يالتكم تواجهوا بشي صالح. الاخوان المغاربه احنا قاع رايك مالنا مسولين كانكم مغاربه والله من الجزائر والله صحراوي نسولكم الا كانكم بشر يعني فيكم اللي قد يتكلم معاه يجاو معانا بذا اللي باقي هو يوضح يقول لنا انتم 23 والمغرب متقدم والمغرب قابل الصفه التطبعيه الاولى مع اوروبا والمغرب راهو في افريقيا والمغرب راهو في السماء والمغرب شاف المليك في القمر. ما تعرفوا تهدروا لا تعرفوا تجيبوا الشيء يعني ملموس نقدروا نفهموه احنا. احنا ماذا بينا تجيبوا لنا احنا كاع صحراويين تجيبوا لنا الشيء ملموس نعود معاكم فيه.
بالرغم على ما يلي نعود معك. ما وعد ما وعد والله. ولكن مشكور يا... والله يا اخ منصور الله منصور الله الله يطول لك ان شاء الله. مرحبا وسهلا. امين ان شاء الله وهني بك. مرحبا وسهلا والله وهني بك. مرحبا وسهلا والله. الوحش وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا وسهلا تحياتي. يلا درت لك ابوني باش قدرت نطلع معك. عرفنا براسك. مرحبا وسهلا. مرحبا انا عايش في امريكا مغربي. سمك الله إذا سمحت. والله تسمي راسك الوحش. الوحش. واش مسمي مش مسمي راسك مش مسمي راسك واش السمك هذاك؟ خليها هكا أحسن والله. الوحش. عندي لك سؤال وين؟ يلا عندك لك سؤال. مشيت لتركيا ولا لا؟ لا شوف منين ولا تعود لا تعرسني اختك إن شاء الله منين نجي نخطب اختك إن شاء الله راني نمشي لتركيا. وشفت؟ تعال تلعب معي انا. تعال تلعب معي انا. راك لي تلعب مع تلعب مع حد ما يعرف يرد عليك. يعرف يرد عليك. لا ان شاء الله منين اللي نعود نتقدم لاختك ان شاء الله راني نمشي تركيا هي الاولى ونجيكم ان شاء الله. بالرغم انه ما يشرفني نشد عياشيه. شفت تعال ابحث على انا الوحش. انا لو كان عندك شيء تقدمه في موضوع الصحراء الغربيه لا قدمته ولكن ما هو عندكم. تعالت حس تلوت القص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا وسهليك يعني. لا بأس الحمد لله ما شاء الله. الله يبارك. مرحبا وسهلا. عرف نفسك. أخي مغربي يا أخي. عرفنا براسك. مغربي أخي كما كنتي تاتا مغربي أنا مغربي. تاتا ما تتاتش وتاتا شوف أسمع تاتا اسمع. تتا شوف قاع انا ما نقول تتا اللي تقول تتا انا ما نقول تتا اول شفت مشيت تتا شفت تتا ما تتا مساكي شوف الفرق باش تعرف قاع احنا الفرق كبير تتا ما تتا ما تتا فهمتوتي علينا احنا الحمد لله ما انتوتو تتا ما تتا تكوتي تتا كوتي ما تكوتي راجل قدامك هذا راجل مساكي شكون اللي خلى الزريبه مفتوحه؟ من هو اللي خلى الباب مفتوح؟ وعليكم السلام. مرحبا وسهلا راشد. ما شاء الله بخير الحمد لله ما طري باس الحمد لله. ما عرفنا من نفسك والله من فضلك. معك المقاتل ولاش بخير. مرحبا وسهلا. لا عندي سيرة حسبيك سيرة لا عندي سيرة بعدك توجه مغاربة صحاب الشمعة قضية البيع عروض بيع وبايع وما يعرفهاش أنا ما كان حاجة لي عن بيعة ورث هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه منين عاد آخر عمره جمع أولاد الصحابة باش كانوا يجددوا بيع الولد وطباط يبايعهم جديد هذا كاع بما أنه أول حد ورث البيعة ورث الخلفاء الراشدين هذا المفهوم الإسلامي للبيع هذا المخزن اللي صحق اللي ورم نص كم غادي تبيع وبايع البيع ما تورث ولا تزر وازرة أخرى هذه القضية قضية ثانية قضية الحدود الحق العلويين هؤلاء حاكم المغرب ذلك حاجة اللي عنهم تاريخ قطع واحد المغرب تحت حكم كامل من بلدية طاح طالع الفوق حاجة اللي عن الريف كان مستقل حاجة اللي عن قبائل الأطلس اللي كانت ما عندها قاع ما خارج حد ليها عنده ليها سلطة ذيك شيء كانت قبائل شو مستقلة وحد بالتالي هؤلاء العلويين اللي واحد اللي مكنتهم فرنسا من المغرب أعناق المغارب بالتالي تلو يلعبوا بالتاريخ ويرجع للتاريخ يعني نجر وعام خارج أمير موريتاني نازع العلويين على جنوب المغرب ناس قاع شين قالوا ما عندي اسمه بالضبط أيه. ولا هاي النقاط اللي انا عندي تو تناقش معها هو جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يا غير قاعمه ما طلعونا قاع حد هنا ما طلعونا حد قد تناقش معه هذا اللي قلت كان قليل قاع ما مساك لا كلها وحده عنده كلها عنده تاريخ وحده من يعرف قاع من قري لا يسمح لنا نطقته تواجه المخلوقات
عادي عادي جدا والله. الله يعاونك ان شاء الله. بيك والله امين ان شاء الله. مرحبا بالسهلة والله، يهني بيك. مرحبا بالسهلة، خير المقاتل. السلام عليكم الاخ محمد. رفيق، وعليكم السلام. مرحبا بالسلام ازيك رفيق. حمديان لاباس؟ الحمد لله، انت حمديان. لاباس؟ المهم لاباس. اعطي العصير للعياشه، احفظ ليوطي، اعطيهم العصير كيكاس تحق وراس فاقوم الصباح. ما عندهمش مازال، ما عندهمش باش يديروا الكونيكسيون، راه كيستناو مازال، كيستناو اخواتاتهم باش يسيتو لهم يديروا الكونيكسيون باش يطلعوا عند الدرا ديال الليلي يزبلوه. انا كنقول لك واحد الحاجه، عاش الريف، عاش الريف، وعاش ابراهيم غالي رئيس الجمهوريه الصحراويه، وعاش الطبون رئيس الجمهوريه الجزائريه، ولا عاش الشاذ محمد المديوري، والجحيم للمقبور حسن القلاوي. برافو عليك، مرحبا وسهلا. شكرا خويا رفيق، شكرا لك، تحياتي. تحياتي، مرحبا وسهلا. الاخ رفيق مواطن ريفي حر، يوسف امغار. يوسف تفضل، يوسف تفضل. رضوان أو رضوان، رضوان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ انت بخير؟ الحمد لله لاباس، الحمد لله. انت لاباس؟ الحمد لله. مرحبا، عرفنا بنفسك تفضل. عرفنا بنفسك تفضل. زي مقيم في فرنسا. مرحبا، تفضل. نعم الأستاذ محمد رادي الليلي، أنت تتكلم على الصحراء الغربية. نعم تقول أنت الصحراء الغربية، يعني نتكلم على اليوم. ماشي نقولها أنا، ماشي نقولها، ماشي أنا اللي نقولها، ماشي أنا اللي نقولها. وينك؟ كان يسب. مش مش هذا يسب، كان يسب صاي بلوكوه كاع، هذا واللي كسبو كاع مات. اللي سبو كاع مات. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. كيف حالك مصطفى؟ استاذ محمد واش لاباس؟ الحمد لله. وانت لاباس؟ لاباس الحمد لله. انت لاباس؟ من الجزائر، انت تعلم جيدا. كيراك داير اخي؟ مرحبا مصطفى، لاباس الحمد لله، كل شيء بخير. والله اني احبك في الله استاذ محمد. أحبك الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يكون الله، الله يكون في عونك متبادل. حبيت نسقسيك، حبيت نسولك. تفضل. يا درا تحصلت على إجابة ولا مازال؟ راني غير نستنى يا أستاذ محمد. مازال تعرف شو شو وقع لهم هما درك في الجمهور، عطينهم عطاوهم المقررات، فهمت؟ عطاوهم المقررات، فهمت؟ راهم يقراوا، تعرف كيف ذوك القرادة، تعرف القرادة تيك تاك، يقراوا ويفتشوا يفتشوا، فهمت؟ يقراوا من هون، فهمت؟ يقلبوا الكتاب كيف تهاك، يقراوا من هون، فهمت؟ هذا الاتجاه يشوفوا ويقولوا، يقولوا استاذ راه ما لقينا الجواب، الجواب اوكي. يقول ما نطلعوا عنده سبوه، شو عنده سبوه؟ الملف يا اخي محمد، هذاك الملف اللي تشوف فيه راه خاوي من الكتابه، ما فيش. هو شو اسم انه فيه الكتابه، وش اسم انه فيه هما. انا نظن نفس الشيء، راهم يعطوهم لهم كيما هكذا يقراوهم. ما فيهم والو. المهم استاذ محمد، كاين واحد تفاصيل صغيره بغيت نعرفها. لما قاموا بالمسيره، ما يسموها مسيره، هم مسيره الاستقلال، مسيرة الخضراء، ومسيرة لتحرير الأرض. يعرف أن تم توزيع علب السردين، يعني البوات سردين. بغيت نعرف هل علب السردين هذه كانت فيها بزيت الزيتون ولا بلاصوص طوماط؟ لا، زيت الزيتون. ديك الساعة ما كاين، ديك الساعة ما كاين علب هذوك، فهمت؟ لا لا لا، زيت السردين الطبيعي لا، كان لا زيت الزيتون. وما كانوا مأمنينهم عليهم، يعني كانوا حاطينهم في مكان آخر لأنهم خايفين ما يسرقوه، لأن يعني معروفين بالسرقة.
على بها يعني التأثير تاع هذيك البواط سيردين راه يظهر اليوم، ولهذا الناس تطلع وتسبك يعني، والله عيب عليكم والله، والله غادي نقولها لكم يعني هو ما متربي، يا شعب مروكي، والله من باب الأخلاق يعني، أستاذ كالأستاذ محمد أخلاق وتربية ومستوى وثقافة، والله عيب عليكم قسما بالله العلي العظيم، لا تجوز قسمه إلا عيب عيب يعني، ما تتفاهمش معاه في الرأي، ما تسبش ما تسبش السيد يا أخي أصاحبي، أنت مع، راهي كرامة، راهي يا عزة، راهي أخي اسمح لي. يا أخي تتكلم، أنت مع من تتكلم؟ بالله عليك أنت مع من تتكلم؟ شوف، هو الإنسان اللي عنده عقل في راسه وهو يعرف يفكر، أول شيء منين يبغى يطلع هون يقول لك أنا أول شيء أنا شنو علاقتي بهذا الموضوع؟ ليش أنا نمشي أنا ندافع على هذا المخزن هذا؟ وش أنا صحيح مكلفني المخزن نمشي ندافع عنه؟ إلى المخزن عنده مشكلة مع الصحراويين، يجي هو يتكلم مع الصحراويين. لكن انا اش دخلني، انا عايش في امريكا مثلا، كيف هذا اللي قال لك الوحش انا في امريكا وفعل لك وترك لك وكذا، ولا هذاك اللي قال لك في فرنسا ولا اللي قال لك في ايطاليا، انا اش دخلني مثلا في هذا الصراع؟ هو صراع بين الصحراويين والمخزن. اللي عنده العقل، اللي ما عنده العقل مسكين، اللي مجاهل، لانه هما مشكلتهم عندهم منسوب الشر في ذاتهم اكثر من منسوب الخير. احنا كاملين فينا الخير وفينا الشر، ولكن مين يعود منسوب الخير عندنا اكثر يغلب على شرنا، فنتحكموا في مشاعرنا، حتى احنا قاعدين نردوه تقول لي ما كنقول لك جداتك، لكن انا عندي منسوب الشر اقل من منسوب الخير، عندي منسوب الخير اكثر. انا نتعامل معك بايجابيه، نفتح لك اللايف نقول لك تعالى، ما نعرفك ما تعرفني، طلع اسمك اسم كذا ونتكلم معك. لا، هما عندهم منسوب الشر، وهذا ما يحدث فقط معك في اللايف، احنا عشناها في الحياة. انت يوقع لك مشكل في العمل، راهم يتحدوا كاملين ضدك. صحيح. شعب فضولي، عنده شعب عنده نسبة الفضول طالع، والله يتدخل في شيء ما يعنيه. يا اخي انا عندي أخي صراع مع المغرب، ايش بغيت انت؟ ايش دخلك انت؟ خليني انا مع المغرب. لا، يجي هو كما قال، اعتذر من هذا التوصيف، كما قلنا دائما هناك المواطن الكلب، مع كامل احتراماتي لك، كاين هناك المواطن الكلب، وهذا النظام المخزني استطاع ان يصنع المواطنين عزك الله الكلاب، الذين مهمتهم فقط النباح، نبحوا على الجزائر، نبحوا على الصحراويين، نبحوا على محمد راضي الليلي، مشوا عند البارصه نبحوا عنده، مشوا نبحوا على فلان، مشوا نبحوا على فلان، هذه مهمتهم. كل من يقول كلمة حق يعني يمشوا هما يعني ينبحوا عنده. الجزاء نتاعو ولكن أخي محمد، هذو ناس لما يعرف يستعمل هاتف ويكليكي في البلاصة اللي لازم يطلع في اللايف، هذا يعني راه عنده مستوى، يعني يعرف على الأقل، يعرف يعني الحاجة التالية اللي لازمها يعرفها. انا نتحداهم ويجبدوا لي واحد مات ولا زوج ولا 10 ماتوا، ودفنهم مع بعض، كل واحد يندفن وحده وحده ويتحاسب وحده. وينبعثوا؟ يعني هذا يعني الانسان لما يطلع يناقش، يهضر، قال السيد راه طارح سؤال، انا نجاوب على حسب معرفتي، ولكن الاحترام ليس، انا عندي فكرة نفوتها لك، ماهيش بالضرورة باش نسبك ولا نطيح لك ولا تسبني ولا ناقشني، هذا أمر أول. أمر ثاني، أنا لاحظت العديد منهم اللي يطلعوا يخلطوا ما بين الشخص والفكرة، هما يتكلموا مع شخص محمد رضا الليلي، ولكن محمد رضا الليلي ناقل فكرة، راهي يتكلم على فكر، اتكلم معاه فكر، خطيك مش شخصانة، انت يا كنت خدام معنا، وانت يا كنت في المروك، وانت هذه امور يعني، والله العظيم يندى لها الجبين. انا خطرات والله نتساءل يعني، هذا المدرسة المروكية هذا هو المستوى يعني؟ لايف الاستاذ دايرو في 7 شهور، لايف يدوم 6 سوايع 7 سوايع، 37 مليون، ما قدروش واحد فيهم يعني دكتور؟ يا والو سيدي، ما عندكمش دكاترة، وما عندكمش دكاترة، وما عندكمش أساتذة، وما عندكمش مثقفين مؤرخين، روحوا يعني أجروا فكر خارجي، شوفوا واحد، مانيش عارف أنا، كريو فكر من الخارج، يا سبحان الله، ما عندنا الحق بينا الأمور، حتى نقول لكم يعني روحوا
اجروا فكر خارجي قال فوالا السيد راه طرح سؤال وما قدرناش نجاوبوا عليه، احنا 37 مليون تفاهموا معاه في الصفقه شحال اخي مصطفى يفهم سيد. المخزن اليوم مرحبا وسهلا، المخزن اسمح لي، المخزن اليوم يكري الاجانب باش يصرحوا معاه القطيع. طيب طيب الان المخزن يجيب ناس من غير مغاربه، لانه هذوك المغاربه اللي اسمهم هو ماتلاو متحكمين في القطيع، عاد يجيبوا ناس، يجيبوا مصريين، يجيبوا يمنيين، يجيبوا واحدين من خارج المغرب باش يقودوا لهم القطيع. صحيح يا اخي محمد، لما انا والله العظيم كجزائري ونظن تشعر بنفس الشيء لما تشوف واحد، يعني انا نفرق ما بين الشخص والمنصب، لما تشوف قال لك هذا من اصل يهودي مغربي ولكن هو رئيس الكنيسه، لما يوقف في المغرب ويدير هذيك الشرميطه فوق راسه ويقول المغرب نتاعنا، انا هذه حرمت علي الناس، انا كجزائري هذه يعني ضرتني بزاف، وما ما شفتش التفاعل ولا رده فعل من عند المراركه لهذه الكلمه اللي هي عندها دلالات كبيره. يعني شويه الانسان ماهوش طالع عند محمد رضا الليلي وتسب فيه وتطيح. لا ما يميز ما يميز ما يميز ما يميز بين الشخص والموضوع، ما يميز ما يميز. ها المشكل راهو هنا، المشكل راهو هنا اخي محمد. لازم مانيش عارف، انا على حساب المؤشرات اللي انا نشوف فيهم، هذا اللي راه يطلع يسبك راه في خطر ديجا، راه في النزيغات غرقا، باش يعاود يرجع للمستوى ويعاود يضرب على حقه ويعاود يضحي ويعاود، راه اللي قلها واحد قول 30 سنه 40 سنه وربما ما يقدرش يقول كلمه لماذا؟ لان جاء عندهم رئيس الكنيسه كيان ارهابي قتل الاطفال والنساء وقال بصريح العباره المغرب نتاعنا. يعني والله يا اخي على كل حال الحديث معك شيء قاسي محمد. مرحبا وسهلا، وش نقول لك، ربي يقدرك ان شاء الله، وراني إن شاء الله. راني دائما في انتظار اجابه على سؤالك، وراح ان شاء الله على راس كامل ان شاء الله. مشكور يوم مبارك. شكرا يوم مبارك. شكرا بارك الله فيك. شكرا 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 والله. مرحبا وسهلا، اهلا دنيا، مرحبا وسهلا. عمار عمار بوتالي، عمار تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راكم لاباس؟ صباح الحمد لله بخير، الحمد لله ما شاء الله، انت لاباس؟ بالنسبة للموضوع هذا تاع، لا عرفنا بنفسك والله بفضلك، من منين؟ الجزائر، عمار من الجزائر. مرحبا وسهلا عمار، مرحبا تفضل. الله يسلمك. بالنسبة لهذا الموضوع نتاع المرارك، شغل احنا رادين لهم قيمة بزاف ونهضر عليهم بزاف، ما عارفين التاريخ وحنا رانا عارفين التاريخ، وما عندهم ما يديروا في الحقيقة، مجرد تفاهات برك. الأخ عمار ما نتمنى سامعينك، يمكن عندك مشكلة في الصوت، مشكلة في الصوت. تفضل تفضل خو عم. كان سينيال ولا شيء محترم، طلعناك صحيح، طلعناك ضيعت الفرصة صحيح. انت ترى كيفك خاص، كيفك خاصو يبلوكا، ما هو اللي طلعنا الإنسان المحترم، طلعناك عطيناك فرصة بقيت شخصا امشيت. اذا هناك سينيال، سينيال شوف الاخ عمار مازال يعني في الجست، مازال ظهر عندي في الجست بالرغم انه يعني عنده مشكلة الصوت. هذا الجيفارة ولكن فهم السينيال، يعني في مشكلة السينيال. إذا نغلق الجست إن شاء الله، نلتقي في جست ثاني. تحياتي لكم كاملين، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.